السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله باذن الله، وعيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباللي تمنيتوا في حياتكم وحياه وليداتكم، وربي يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. وبغيت اليوم تشوفوا معايا واحد يومين ديال العيد ما نقولش لكم عليها. وجدت فيها انا قبل، وجدت حليوات بلديين ريش بوند كما شفتوها معايا، والرغيفات معسلين. وفي هاد يومين ديال العيد ما نقولش لكم كيفاش دازت عندي، ما نقولش لكم خنعيه ما نعاود لكم، راه خليها الله وصافي مع الكوزينه. وجدت واحد الحليوات اللي هما حتى هما كنعقلوا عليهم اللي كنا في الصغار، وحليوات اللي كتعجبنا بزاف واللي باقا معنا دابا نيت في اي مناسبه كنديروهم. حليوات ديال الشوكولات ونسلي والقرقاع، وفي نفس الوقت الشوكولات ونسلي وبسكوي، وحلوات الكوك والسميده الرقيقه. حتى هاد الحليوات درتهم بثلاثه في يومين العيد، هما ماشي صعب بزاف ولكن كيقبطوا شويه ليدي. درت هاد الحليوات غتشوفوهم معايا، وغتشوفوا معايا الشهيوه ديال الغداء ديال العيد ان شاء الله، اللي هي اش غنقول لكم، بيبي معمر بالروز بالشرموله، واللي موجده ماشي انا الصراحه، موجده الام ديالي الله يخليها ليا ويخلي لكم الامهات كلهم ان شاء الله يا ربي. واللي غتشوفوها على حقها وطريقها مصايبه الشرموله مشرمله الروز معمره بيبي، داكشي على حقه وطريقه، جا مشحر وحمرنا بيبي، جا غزال ما نقولش لكم، داكشي ديال الناس ديال زمان كما تنقول لكم ديما. ولذيذ، وش نقول لكم، كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. وواحد شلايضه درتها انا اللي هي شلاضه ديال البطاطا وكورنيشو والمايونيز، اللي مازال عاد نوريكم انواع ديال المايونيز ان شاء الله باذن الله، البيتوتيه اللي كيجي لذيذ وخفيف وزوين ان شاء الله. مازال تشوفوا معايا الكثير باذن الله الى كتب طبيعه الحال، وكتشوفوا بيبي معمر على حقه وطريقه، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. وشليضه حتى هي تعجبكم، شليضه كما قلت لكم بالبطاطا والكورنيشو والطون والشامبينيون، المهم تجي خفيفه، وخا ديال وخا فيها المايونيز، المايونيز دايره انا خفيف كما قلت لكم، اللي عادي يعجبكم ان شاء الله في القريب غادي نوريكم انواع ديال المايونيز. تيجي خفيف وما تيقهمش وزوين في نفس الوقت، وهاد الشلاضه ديال هاد الطليطه كتجي رائعه، وانتم تشوفوها معايا ان شاء الله. هضرت بزاف بزاف بزاف، كثرت عليكم في الهضره سمحوا لي، ولاني كنحاول نوصل لكم الشهيوات اللي كندير بواحد الطريقه مبسطه واللي تعرفوها مزيان مزيان. واش نقول لكم، ما تنساوش الاشتراك بطبيعه الحال باش تشوفوا الجديد معنا ان شاء الله، ومازال غتشوفوا الجديد بطبيعه الحال. واش نقول لكم، ما تنساوش ليا اللايكات الا كان ممكن، والتعليقات ديالكم اللي ديما 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 كنفرح ملي كنلقاها وكنقراها كلها. واي سؤال واي حاجه بغيتوا تعرفوها او تستفسروا عليها او بغيتوا شي غوسيط ولا اي حاجه، انا مرحبا بكم. اي حاجه في هاد الشهيوات ولا لصلاد ولا اي حاجه بغيتوها، مرحبا بكم، انا موجوده هذا مكان ان شاء الله باذن الله. ويلا هو معايا نقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ملي ساليت الطويجين ديالنا وطيبت كلشي وقديت الفطور، قلت ندير واحد الحليوه هي كدير سهله ولذيذه معروفه عندنا، هي حليوه ديال الكوك والسميد، سميده رقيقه. عندنا هنايا ثلاثه البيضات، بسم الله غنديروا عليهم سكر، غنديرو رشيشة ديال المليحة غير شوية، نبداو نخدموهم بهاد الطريقة هادي. حكيت حامضة، قشور ديال حامضة تاهي نديروها محكوكة، كنديرو كاس الزيت العنبة القياس ديالو، أنا ما عمرتش بزاف، وفي نفس الوقت تا السكر سنيدة درنا كاس ما عمرش ديال العنبة. صافي كنحاولو نخدمو هاد الخليط مزيان، هاد الحليوة كتجي هشيشة ولذيذة. بالنسبة للمقادير هما هادو، كاس السكر، كاس ديال الزيت، قياس كيسان العنبة، شوية مليحة، قشور ديال الحامضة محكوكة، جوج معالق ديال الكونفيتير كبار هما ديال المشماش، كونفيتير ديال المشماش جوج معالق كبار. صافي عندنا 250 غرام ديال السميده رقيقه، اولا بين وبين ممكن نديروها ميان، وعندنا 250 غرام ديال الكوك حتى هو. ها هو خدمت الخليط مزيان بيديا، دابا غنديروا السميده، وغنديروا كوكو حتى هو،
او الكوك. واخا تجي مطلوقه، واخا تجي مطلوقه الحلوه اولا العجينه، كنخليوها شويه ديك السميده ديالها باش تشرب السميده اللي فيها كتشرب الحلوه، وكنبداو ان شاء الله نصايبوا الحلوه ديالنا. هادشي راه كتجي لذيذه، كتجي هشيشه، ما نقولش لكم كيفاش تجي اللذه ديالها وداك النكهه ديال قشوره الحامض، حتى هي كتعطي لذه رائعه. هيا واخا تشوفوها هكا مطلوقه كما قلت لكم السميده دابا شويه عشرة، كنخليها شي 7 دقائق ولا 8 دقائق صافي، وكنبدا نصايب الحلوه ديالي. ها الحلوه ديالنا جيت نصايبهم بهذا الشكل هذا، ها هي شربت السميده ديالنا والكوك. هاهم بحال هكا بهذه الطريقه، كندير لها سكر كلاصي مزيان، كنحمدها ليهم. صافي كندير معلقه، كناخذ معلقه نقلعها بشويه بحال هكا، صافي كنديروا لها بحال هكا، وكنديروها في الكورطات ديالنا، وملي كنخرجوها كنديروا ليها الكونفيتير. هانتوما تشوفوا معايا كيعادي تجي ان شاء الله. صافي كنستمروا فيها كاملين كاع الحويرات ديالنا، كنكملوا على هذه الطريقه هذه. صراحه سهله في التحضير، ما كتاخذش لنا حتى الوقت بزاف، والمقادير هانيا. صافي كنكملوهم كلهم بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه. الحلوه ديالنا غندخلها للفران دابا على درجه 160 درجه ديال الحراره، ونخليوها طيب، وعاد نكملوها في الزواق ديالها، نديروا ليها الكونفيتور ان شاء الله، وانتم تشوفوها معايا. ها الحلوه ديالنا ديال السميده والكوك، ها هي وجدات، ها كيفاش كتجي، كتجي رائعه وكتجي هشيشه. ها هي ما نقولش لكم كيفاش كتجي، وكنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وبصراحه حتى طريقه التحضير ديالها راها سهله كما شفتوا معايا، في رمشه عين كتوجد وفي رمشه عين كطيب، ما نقولش لكم شحال كتجي هشيشه ولذيذه. وبصحه وراحه، وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله باذن الله، وناكل هذه الحلوه هنايا حتى انا عرفتي تشهيتها. يلا بسلام عليكم، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا باقا معكم اليوم، باقا مكمله مور الفطور، انا بغيت ندير واحد الحليوه كيبغيوها الدراري ديال الشوكولاط، وبصراحه حتى الكبار الناس الكبار تياكلوها لان كتجي لذيذه. هاد الحليوه عندنا نديرها بسكوي، ها هو اللي متوفر عندنا في الدار، انا درت ماريا، ها هو. وعندي هنايا الشوكولاط دورته مع ماريا، وعندي راس ديال النسلي غنديرو كامل حتى هو. وشوفوا معايا طريقه التحضير ديالو بسيطه وسهله، غير دغيا كنوجدوا هاد الحليوه في نفس الوقت كتجي زوينه. نحنا البسكويت ديالنا ها هو، درتو كامل طحنتو، ديرو الشوكولاط هو الاول، كديرو على حساب القياس ديالكم وعلى حساب البسكويت اللي عندكم. من طريقه التحضير ديالو منقولش ليكم ساهله بزاف، في نفس الوقت تيجي لذيذ. نخلي بعدا نشوف، ما كنديروش نسلي كامل في الاول، طاس نسلي ما نديروش كله، حتى كنشوفو واش كافي القياس اللي درنا ديال النسلي اولا نزيدو. ها هما وليت ندير الكويرات ديال البسكوي بنسلي والشوكولاط كما شفتو معايا، ها هما الكويرات ديالنا، كنديرو الشوكولاط باش تشوفو معايا. ها الشوكولاط اللي دوت
ماماريا، درت ليه جوج معالق كبار ديال الزيت، صافي تنكملو كامل بحال هكا الحلوة ديالنا، تنكملها كاملة. نكملو الكويرات ديالنا تنكملوها كامله، البسكوي ديالنا كله نكملوه. هذا الشكل هذا الكويرات ديالنا. هنا بقات ليا واحد شويه ديال البسكوي، بقى ليا زدت معاه شويه ديال البيستاش مطحون، ها هو كيف ما كتشوفوا تيجي جا رائع، يجي لذيد معاه. ممكن نخلطو كوكو، ممكن نخلطو اي حاجه، يعني اللوز مقرمش اولا كاوكاو، تيجيو كلهم زوينين. ها الحلوه ديالنا، ها هي كيفاش تجي، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه وكتجي لذيذه. وانا غنكمل ان شاء الله ونشوفوا التتمه ديال الحلوه ديالنا كي غادي تكون ان شاء الله باذن الله. ومازال غتشوفوا معايا حلوه ديال نسلي نيت، ولكن هي بالكركاع والشوكولاط ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي الحلوه ديال نسلي حتى هي بالشوكولاط والكركاع والكراميل، نسلي ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا. وعندي هنايا شويه ديال عقده اللوز ها هي، وعندي ديال الفستق اللي هو بيستاش مطحون، وعندي الكركاع والشوكولاته بطبيعه الحال، وكما قلت لكم نسلي كراميل. ها هي نديرو الشوكولاته الاول، كنديرو شويه راس معلقه صغيره، كنديرو الكركاع طريف ديال الكركاع، كنديرو فوق منه شويه ديال الكراميل بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، كندير فوق منه الشوكولاته صافي، كنديرو الكركاع اولا كنديرو البيستاش مطحون من الفوق. بالنسبه للوز ممكن نديرو، خاصناش نعمرو بزاف الكويرتات باش ما يتكفحش لينا الشوكولات. بالنسبه للوز حتى هو ممكن نديروه، اولا عقده اللوز ها هو تنديروه بلاصه الكركاع، كندير فوق منه كراميل، كنديرو الشوكولات تماما بحال اللي درنا الكركاع. منقولش ليكم كيجي لذيذ مع نسلي كراميل، تا هو تيعطي واحد اللذة رائعة. وممكن نديرو الفستق من فوق تا هو صافي، كنكملو الحليوة ديالنا كاملة بحال بالطريقة هادي، حتى كنكملوها كلها. ها الحليوة ديالنا ديال الشوكولات كيف ما كتشوفو معايا، ها الحلوة ديال بيسكوي ونسلي والشوكولات، وهنايا عندي الحلوة ديال الشوكولات بنسلي كراميل والكركاع واللوز وبيستاش مطحون او فستق مطحون. ها هي كتجي رائعه، وهاد بخصوص هاد الحلوه ديال نسلي بالشوكولاط والكركاع، يعني كنا نهار كنديروها بحال ما عرف شنو دايرين وكنفرحوا بها وكلشي، ولا كنديروها الشوكولاط بكاوكاو ونسلي، يعني كتجي رائعه في اللذه، وديما كنتوحشوها وديما كنبغيو نديروها في الاعياد ديالنا. كنتمنى انهم يعجبوكم او ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوهم ان شاء الله باذن الله. وخليتكم على خير وبخير، وعيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله، وتكونوا فرحانين بصحه جيده وتفرحوا بوليداتكم ان شاء الله يا ربي، وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله، مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم اليوم غنوجدوا الشهيوه ديال العيد اللي هي شهيوه ديال بيبي، كما كتشوفوا معايا بيبي البلدي، وغنعمروه بالروز هاو كما كتشوفوا معايا. نقولوا بسم الله نبداو، ولاني راه ماشي انا اللي غنوجدوا اليوم الصراحه، راه الام ديالي هي اللي غادي توجدوا ان شاء الله هذه المناسبه، من الاحسن هي اللي طيب لان ما كاينش طياب بحال ديالها. وبسم الله شنو نديك ماما، شنو بغيتي؟ الشرموله ها هي،
عندنا في العطريه هنايا معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، الخرقوم والقزبر حبوب مطحون، ومعلقه ديال الشرموله. ها هي كما كتشوف معايا، تزيدي ها هي جوج معالق كبار ديال الشرموله، الثومه، القزبر والثومه، وشويه السودانيه ومليحه. ها هي ودرنا معلقه ديال الهريسه والزيت البلديه. شوف انا نكبلك القياس. ها هي نزيد صافي، كنخلطوهم كما كتشوفوا معايا، الهريسه والشرموله والعطريه وزويته بلديه. الشرموله راه كنديروا فيها شويه ديال الحميره، شويه ديال الكمون، شويه مليحه، الثومه بطبيعه الحال، صافي. وزويته بلديه هي درناها، والسودانيه بطبيعه الحال اللي بغى الحار، اللي كياكل الحار، والحار ضروري، واخا غير شويه بصراحه ضروري خاص الحار باش كيلدد داك الطعم ديال الشرموله والعطريه. هاي كما كتشوفوا هي خلطتها، ودابا غادي تشرمل لينا بيبي. هاهي بدات تتشرمل لينا بيبي. كتشرمل مزيان، متحش ليه دا والداخل وعلى برا مزيان يتشرمل. بلاتي نعاونك، هاهو هذا بيبي معمر بالروز، تيجي مشرمل ديال الناس ديال زمان، الدا ماشي زعما ديال دابا ولا لا، ديال زمان، وباقي لحد الان الناس تيديروه بحال بهذه الطريقه وبهذا اللذه اللي كتجي فيه، ولكن الناس بطبيعه الحال اللي كيعرفوا يطيبوه مزيان. هيا كتشرملو مزيان تحت الجليده والداخل مزيان، درت ليه الشرموله، ومن برا بطبيعه الحال تحت الجليده حتى هي كنديرو كما كتشوفوا معايا. انا رجعت معاكم، جمعت الدنيا كما قالت لي ماما، نقيتها، نقيت البوطاجي، غسلت الميعنات وكل شيء، ووجدت الشليضه ديالنا ديال البطاطا بالمايونيز. وهنا عندنا طريفات ديال الشامبينيو، ها هو طريفات صغار مقطعين شامبينيو ديال الطاس، وعندنا هنايا جوج بواط ديال الطون، وعندنا هنا كورنيشون مقطع صغيور بحال الشكل هذا صغيور كنقطعوه، وعندنا هنايا المايونيز صايبته انا. من بعد ان شاء الله غنوريكم بزاف الوصفات ديال المايونيز، تيجي رائع. وهاد بخصوص هاد الشلاضه هادي، الشلاضه ديال البطاطا والمايونيز، خاص المايونيز يجي فيها بهذا الشكل هذا مطلوق. هاد المايونيز غنقول لكم غير باش المكونات بعدا باش كيدار، ومن بعد ان شاء الله ضروري غتشوفوا معايا الوصفات ديال المايونيز، ديال انواع المايونيز. هاد المايونيز تنديرو بثلاث، هذا بالنسبه لهذا اللي عندي اليوم، فيه ثلاثه البيضات، وفيه ثلاثه الفرماجات لاباشكيري، وفيه معلقه كبيره ديال الخل ما عامرش، ولكن معلقه كبيره، والزيت على حسب المايونيز باش كيبدا يطلع، نقدروا نوصلوا حتى لجوج كيسان ثلاثه الكيسان ديال العلمه. دابا تشوفوا معايا ان شاء الله. وعندي هنايا معهم مليحه وبزيره فقط، اما عندي صلصات اخرين ومايونيزات اخرين، مايونيز عندي انواع ديال المايونيز، ما تديوش عليا راني صافي دخلت اليوم الحمد لله. ومايونيز يعني مازال تشوفوا معايا الانواع والشكيلات ديالهم، وكيجيو زوينين ولذاذ ما نقولش لكم، كيجيو مع انواع ديال لي سالاد، مع الماكله، مع كلشي. وعندي هنايا بصله مقطعها رقيق، ها هي مشلضه رقيقه، وعندي ثلاثه البيضات على حسب القياس ديال البطاطا. عندي دايره هنا اربعه البطاطات، ها هما كما كتشوفوا معايا قطعتهم، واخا طريفات كبار، هاد خاصك ما نقطعوهاش طريفات صغيورين، ولا هاد خاصنا نقطعوها بحال الطريقه هادي. البطاطا هانتوما بين وبين، ما نقطعوهمش رقاق بزاف وما نقطعوهمش كبار بزاف. صافي عندنا مليحه وبزيره، والخل غندير حتى هو منه القياس، شي معلقه صغيره ولا معلقه ونص. اما بالنسبه للزيت ما غاديش نديرو، علاش؟ حيت الزيت عندنا هنايا في الطون، صافي كنكتفيو غير بهذا الزيت ديال الطون، بارك علينا، نقولوا بسم الله. ثم البيض عندنا هنايا غنقطعو غير طريفات، ما غاديش نحكو في هاد الشلاضه، هاي كنقطعو طريفات ما كبر ما صغار حتى هما بحال البطاطا بهذه الطريقه هادي. ما نقولش لكم هاد الشلاضه هادي عزيزه عليا بزاف، كانت تديرها لنا ماما بشحال هادي ملي كنا صغار، وكنحماقو عليها، وبالخصوص كنديروها بزاف في الصيف. في الصيف كتجي رائعه، كتجي لذيذه وكتكون بارده مع المايونيز. ما كنديروهش زعما، كنديروه مطلوق، ما تيجيش المايونيز ثقيل، تيجي مطلوق شويه معاها، فما نقولش لكم كيفاش تجي. كنديروا البصيله ديالنا اللي قلت لكم قطعها رقيقه صغيوره، ها هي البصله ضروري نقطعوها رقيقه، ها هي غير وحيده ما كبيراش، بارك علينا. كنديروا الكورنيشو، ديرو هذا ماشي ضروري، انا غير حيت يعجبني قلت هو نزيدو، اما في الحقيقه ممكن ما نديروش
بلا بيه كتجي هاد الشلاضه زوينه ما نقولش لكم، ولكن انا كيعجبني كيعجبني الشامبينيون، تيعجبني هاد الرقيق بالخصوص، تيجي خفيف حتى هو بغيت نديرو. صافي كنديرو الطون تنفرتوه، ضروري كيتفرتت بيدينا بهاد الشكل هذا. هانتوما شوفوا ديروا هاد الشليضه وشوفوها كي عتجيكم وذوقوها وردوا عليا كيفاش جاتكم. كنتمنى انها تعجبكم مليحه وبزيره القياس ديالكم بطبيعه الحال. انا درت راس معلقه صغيره ديهم بجوج. صافي كندير هنا معلقه صغيره ديال الخل، كنزيد عليها معلقه اخرى ما عمرهاش بارك علينا. صافي وكنديروا المايونيز، سمحوا لي غنغسل يدي باش نكمل معاكم. ها هو المايونيز غنديرو دابا باش نخلطو كلشي في خطره. حنا كنديرو وكنخلطو بشويه بشويه حتى كنكملو المايونيز ديالنا، ما كنديروش في خطره. اسمحوا لي اليوم ما وريتكمش الطريقه ديال المايونيز حيت نحاول نربح الوقت، كما قلت لكم راكم عارفين الطنجره كطيب. يلا قلبتو على الجهه الاخرى بيبي ديالنا قلبتو وعاوتاني سديت عليه يطيب الطنجره ديالنا. انا راه مولفه نخلط بيديا، راه دايره المعلقه راكم عارفين انا ديما كنخدم يدي واخلي على الله وصافي. نزيدو المايونيز نكملوه، راه ماشي المايونيز كتير، راه هو هاد المايونيز كنديرو بطلوق كيجي بهذا الشكل هذا كيجي كريمي. مازال ملي غتشوفوه معايا غتشوفوا بالتدقيق شنو كندير فيه مزيان والطريقه كيفاش تنصايبو باش تيجيني بحال هكا مطلوق وفي نفس الوقت كريمي بهذا الشكل هذا. والله البنات اش غنقول لكم، والله الا كتجي لذيذه هاد الشلاضه وبالخصوص في الصيف كتكون بارده كتجي رائعه ولذيذه غير هي وبارك الواحد يتغدى بها. هي راه فيها كلشي في الصراحه، ها البيض ها الطون وسهله في التحضير، حتى التحضير ديالها باش نوجدوها هذا سهله يعني ما كتاخذش لينا وقت كثير. صافي غنديروها في الثلاجه تبرد بارك عليها ونمشيو نطلعوا على بيبي ديالنا فين وصل. انا حبيبه انا طاتيان يعني. واخ واخ انا جايه انا جايه. ها بيبي ديالنا شرمل مزيان كما كتشوفوا معايا، هذا حقو طريقو شرمل مزيان. ودابا الكبيده والكنيسه ديالنا مقطعين طريفات وغندير لهم الشرموله والزيتون مقطع والهريسه معلقه ديال الهريسه والحامض مسير حتى هو مقطع طريفات وغنديرهم. شحال ماما ديري القياس ديالك؟ ندير معلقه اكثر؟ معلقه كبيره ولا اكثر؟ اكثر. جوج معالق كبار؟ ثلاثه. حتى ثلاثه واخا. ها هما حيت غيجي في الرز. اه حيت غنديروه في الرز. صافي بركه الشرموله نزيد ها هما اربعه المعالق عامرين ديال الشرموله، واذا خاص مازال نزيدو الهريسه. الهريسه هيا الزيتون مقطع كديروا قياس ديالكم اللي بغيتو والهريسه معلقه كبيره والحامض مسير حتى هو مقطع طريفات ما يكونوش صغار بزاف. هما دابا غنديرهم يتقلاو لينا شويه فوق البوطه باش غنديروهم مع الرز ان شاء الله. هما درتهم فوق البوطه يتقلاو لينا خليهم يتقلاو شويه. هنا عندنا جوج بصيلات شلناهم ما كبارش بزاف، غنبداو نقليوها بزبيته بلديه هي الاولى. ها هي غنديروا الطنجره ديالنا على الفرنو باش نطيبوا على الفرنو ان شاء الله. نعمروا دابا بيبي ديالنا بالرز باش عاد نجيبوه نديروه مع البصيله يتقلى شويه باش نمرقوا عليه. نشوفوا الشرموله ديالنا باش نعمروا الرز. ها هي جوج ديال الشمام. ها هي نزيد نخليه يتقلى ندير شويه
بس غنديروه مع الرز دابا شي طيب نعمرو به نتاو عليه. ها هي المقيله ديالنا ديال الشرموله والكبيده والبنيصه درناهم على الرز. ها هي هكذا هادشي هو هادي فاش تكون العائله مجموعه والحباب مجموعين كتجي رائعه. مناسبات في المناسبات كتجي رائعه وكتجي لذيذه وهمويه. شحال هادي فاش كانت تكون عندنا العيد ضروري جداتي الله يرحمها ويذكرها بخير ضروري عندنا هاد الطبق هذا رئيسي ديما كديرو. ما نقولش لكم طيب اللي كان تيطيب ما كاينش بحالو الصراحه والله العظيم. الناس ديال زمان ما كاينش بحالهم لا في اللذه ولا في كل شيء. الحمد لله الله يرحمهم ويوسع عليهم داك القبور في هاد النهار. واخا انا جايه ها البصيله ديالنا بدات تقلى نشوفو بيبي بدا يتعمر. دابا عاد تعمرو ماما عاد دابا تعمر شنو عندها نشوفو. هيا بدات تعمرو هاو عمرات بيبي من هنا من هنايا عمراتو مزيان. ودابا عتعمرو من السدر ديالو الفوق عتعمرو حتى هو بالروز بهذا الشكل هذا. هاو درنا بيبي ديالنا معمر بالروز ومشرمل على حقو وطريقو. درناه في الطنجرة ديالنا باش يتقلى شوية من بعد غادي نمرقو عليه. غنصو الطنجره ديالنا بالماء كما كتشوفوا معايا هو بدا يتقلى. وينا ها هي يا الكتيكيته ديالي. ها هي بنت اختي على رسول الله تبارك الله صلى على النبي. اشنو 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 اشمعنى زعما جهينه شتي بيبي كيطيب جهينه لاباس زوينه زوينه جيتي تبارك الله. نشوف الصباط يا لاله ونشوف الكسيوه والشعر تبارك الله صلى على النبي. يلا ديري بيزو ديري بيزو جهينه وسيري. يلا ديري بيزو باقا باقا حشمانه شويه وعاد دير بيزو. يلا ديها ديها كيف ما كتشوفوا معايا نصيتها بالماء طنجره. ها هي باش تشوفوا معايا بالتدقيق كلشي اللي صاوبت. ها هي ها هو درتو جنب باش يطيب ونصيتو بالماء صافي. انا درت هاد البابي سيكريتي درتو حيت هم توفراش عندي. الميكا ما كايناش خاصني ميكا كبيره. السلوفان لقيتو ساله والحوانت اليوم سادين ايوا هادشي اللي عطى الله. ها هي غطيت البابي سيكريتي تو مزيان صافي. نغطيو عليه الغلاقه ديال الطنجره ديالنا. ها هي غطيت الطنجره ديالتي وغنخليها حتى تبدا تغلى تغلى المريقه وعاد نقص البوطه ونخليه يطيب على المهل ان شاء الله باذن الله. ودابا يلا تشوفوا معايا واحد الصالاد تنديرها غير بالبطاطا كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. ها هي قالت لك ماما تسالي كلشي تنجمع الدنيا نجمع بوطاجي ونغسل الماعن عاد ندير. كنطلعوا على بيبي بيبي ديالنا معمر نشوفوا فين وصل. وعندير معلقه ديال السمن انا عاد نديرها دابا. ها هو بدا يدخلوا الطياب. باقي خاصو يزيد يطيب. المهم بدا يطيب نزيدوه طياب شويه تياخذ هو شويه الوقت وبالخصوص كنا دايرين ناقصين عليه البوطه. دابا عاد زدنا شويه وكنقلبوه مره مره على هذه الجهه وعلى هذه الجهه غير بشويه صافي حتى كيطيب ونديروه في الفران يتحمر لينا ان شاء الله. هذه ديالنا دغمرات وتعسلات ولات مشحره وواجده باش نحطوا الغداء ديالنا ان شاء الله.